ما شاء الله من مهرجان لمهرجان لمهرجان لتكريم لتكريم. مهرجان كبير جست بتكريم النهارده ليكي برضه، تقدري عنه ايه؟ طبعا بيعني حاجات كتير قوي، ودير جاست فيستيفال وان اوف ذا بيست، يعني من احسن المهرجانات، فانا مبسوطه جدا ومبسوطه بكل التكريمات اللي باخدها ومن كل المهرجانات، لان في الاخر بيساوي هو حب الناس وان مذاكرتي وتعبي وكل اللي انا عملته. الحمد لله الحمد لله، يعني نجح. دورين مختلفين، النمر وده الراجل، يعني الاثنين ببين قدراتي الفنيه. انت اصلا ما شاء الله انت خاطفه قلوبنا كلنا النهارده بالفستان ده كمان. ميرسي. ده فستان من ايمن لحموني، والميك اب سامح حنفي، والشعر شريف عبدين. تجديد بقى. اخطر مشهد او اخطر حاجه كانت صعبه بالنسبه لك السنه دي كان ايه في رمضان؟ طبعا عندي ماستر سين في كل مسلسل، لكن الحقيقه الحمد لله الحمد لله المسلسلين فيهم ماستر سين كتير قوي. تمام. بس مشهد النار اعتقد كان صعب في النمر. ما كانش اصعب حاجه، بس عايزه اقول لك ان مشهد النار انا وشي بجد اتلسع وكان فيه مشكله كبيره وحتى حرق يعني. لكن طبعا كان فيه مشاهد اقوى بكتير. هو محمد امام، ايه اللي شفتيه محمد امام بعد التعامل معاه؟ محمد امام ده بني ادم قمر من جوه ومن بره، يعني على جنب كده انا اول مره اتعامل معاه. لو هنتكلم كفنان خليه على جنب، هنتكلم كانسان. هو بني ادم بمعنى الكلمه، ومحترم وبيحب كل زملائه، وكل واحد فينا بيقعد ينزل على صفحته وبحب شديد. ولد جميل وابن ناس ومتربي بجد. على الصعيد الانساني ملتزم جدا، مذاكر جدا، حافظ جدا، روحه حلوه. يعني الحقيقه انا سعيده ان انا اشتغلت. حاجه في السينما غير؟ لا السينما، لا لسه. شايفه قوي السينما ازاي وصلتي؟ لا ساعات بتجي السينما ازاي دي بقى المنتجين. فرشه باينه على الفراشه ومتالقه على الريد كاربت، عايزين نعرف السر ولا تالقه في الفراشه. سر تألقي قلبي كويس وما عنديش احقاد، وحتى لو انا متضايقه ببقى مع نفسي ومش كثيره الشكوى. وكل الحاجات دي احنا لازم نتعلمها في حياتنا، ما ننكدش على الناس. بتخافي من الحسد؟ الحسد مذكور في القران، والعين اصعب، بس لو ركزنا معاهم زياده عن اللزوم احنا طبعا بنقرا المعوذتين، بنعمل كل اللي احنا بنقدر نعمله، بس لو دخلنا نفسنا في الموضوع ده هنتجنن، فما فيش داعي نتجنن. بس انت حسيتي ان الحسد صح معاكي؟ انا على طول. على طول. بلاش اشتكي بدل السايلة. موقف حصل لك من الحسد؟ موقف؟ اخر موقف. ده اخر موقف. لا مواقف. يعني اخر موقف النهارده. يعني دراعي اتملخ النهارده، ومن كام يوم اخدت سلالم، يعني حاجات كتير قوي، بس الحمد لله. في اشاعات مش عارفين هل هي اشاعات ولا هي ان انت هترتبطي الفتره الجايه؟ لا بلاش الكلام بتاع اشاعات وكلام الفاضي ده، انا ماليش. ولا حقيقه؟ اشاعات طبعا. طب ايه المواصفات اللي انت حطاها عشان تبقي تنزل تحت ظل راجل؟ مواصفاته هو انه يبقى فعلا راجل ويستحق معنى الرجوله بجد، انه يعني يتكل عليه بمعنى الكلمه.